ما هو انا بالشغل مش مشكله اهو اداره المكان مش مشكله. النقطه الثانيه العلاج، احنا لو اضمننا اللي هيدينا العلاج برضه هيجيب لنا ونضمن تحت ايدينا كم العلاج كويس، يبقى برضه في الحاله دي احنا هننفذ وهنعمل ونقول بيت العيله يكافح شويه بس على المستوى ده. كان في حمله هنا في نادي المحافظ، انا واحده من الناس جيت وخدوا مني عينه وحللت انا.